السلام عليكم حبيبتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا في العنوان، نتمنى يكون عجبكم الفيديو هذا وتكملوا حتى الاخير. كما راكم تشوفوا، بغيت راني وجدت لهنا المقادير. بغيت ندير الزيتون الطريقه الجزائريه باللحم واللحم تاع الخروف هذا، ايا قلت نجربوا به ولا نديروا به. انا كنت خاطر نديروا بالدجاج ولا باللحم واحد اخر، ايا قلت دروك نديروا باللحم تاع الغنمي. كما راكم تشوفوا في المقادير اللي هنا قدامنا، عندنا فوالا اللي هنا عندنا الملح، وعندنا فلفل الاسود، وعندي الكركم. ولا بغيتوا ديروا زعفران، انا بغيت ندير شويه تاع كركم باسكو قاطع. ولا هنا عندي الزيتون حسب الرغبه نتوما شحال راكم في العائله. واللحم هاوينا لهنا، فوالا هذا هو. ايوا ولا هنا حبه بصل وحبه طماطم غير صغيره بغيت نديرها للبنه. الاولى نقطع اللحم، انا باغي نديرو مرصوات هكا لك يا صغيرين، باه زعما باه نطيق نطيبو باه يطيب بيان وكاع مليح. بسم الله، فوالا نخلي نقلع له كاع هادو الشحمات هكا وكاع على، ونقلع له هادو الخيطان كيما راكم تشوفو، نقلعهم ونديرهم مرصوات باه يطيبو كيما قلت عن ساعة. وحقكم في الجنة ان شاء الله. هذه اللي هنا الاخرى تاع البوشي، نجيب حاجه اللي ندير فيها. فوالا راني جبت حاجه باه ندير فيها، هيا ونقي هذا كاع كامل، نقيهم مليح مليح. قولوا لي نتوما كيفاش راكم دايرين. عندي هذه مده ما هضرتش معكم، كيفاش راكم دايرين؟ كيما حلو كي راكم تشوفوا، حلونا جوامع، حلوا البحورات وكاع، على زعما الناس كثرتها هضروا غير على البحورات، ما هضروش على الجوامع. هيا وكيفاش قولوا لي كيفاش راكم هكا يا اول مره تخرجوا من بعد من بعد شحال هادي؟ صافي قولوا قريب نص عام هادي ما خرجناش. هيا قولوا لي كيفاش زعما خرجتوا؟ الحصيله راهي شويه تهود، ان شاء الله يا ربي يكون فيها خير. لهنا لك يا راهي تطلع ان شاء الله يا ربي يروح علينا هذا الوباء وكل واحد يريح نفسيا والناس تبرى ثاني. نخلي فيهم غير شويه كيما هكا كيما راكم تشوفوا، خليت فيهم غير شويه باه ما يجونيش بزاف ناشفين. فوالا راني كملت اللحم، درتو لهنا هاو جا كيما هكا، درتو لهنا. دوك نزيد نغسلو ونقطع دوك البصل، والبصل ندير غير النص تاعو ما نكثرش باسكو راني راح نرحيه كامل، وندير غير النص تاعو. راني موجده لهنا باش ندير فيها. عطوني هكا انواع تاع الفيديوهات الا راكم باغين كاش حاجه نصورها لكم، ولا عطوني هكا راك هي اشياء نصورها معكم. وقولوا لي فاني على لي فيديو الاولى الا راهم يعجبوكم ولا حاجه كيما هكا، زعما رايكم فيهم. كيما قلت لكم ندير غير النص حتى هذه بدات تخسر الصوص. هذا كيما نغسلهم قبل ونغسل اللحم ونغسل هما، ونعاود نقطعهم كاع ونكمل، ومن بعد نبداو في التقديم ان شاء الله. كما قلت لكم انا اللي راح نطحنهم كاملين، هيا وغير نص تاع نص حبه باسكو جات كبيره، غير نص حبه هيا نطحنهم. ومن بعد نحبس خلينا ندير عليكم الصوت. راني درت راني هنايا درت شويه تاع الزيت، وراني درت اللحم تاعي كما قلت لكم غسلتو وخليتوه راهي تحمى باسكو هذا الفوغ يديكلونشي زعما يشعل ويطفى. هيا سي بوغ سا يقعد باهي لاخر. فوالا درت لهم كيما هكا، نخلي غير شويه يتقلى هذا، ومن بعد نزيد معاه شويه البصل غير شويه زعما قد ما الاخر ديك لابو تاعو شويه تتبدل، وندير
وندير البصل، سمحوا لي بس كنت خلني ميساج سي بوغ سا، وندير البصل ونكمل معاكم طبعا المقادير الاخرى. فوالا راني درت اللحم زعما زدت دورته كيما راكم تشوفوا، ولا غير هكا لاكولور تاعو، ودرت البصل ولا نص حبه تاع بصل ولا بصله صغيره راني درتها رحيتها، ودرتها دروك طيب لهنا، ودروك نزيد غير شويه تاع لي زيبيس ما نكثرش، سورتو هذا الفلفل جاي قاطع بزاف بزاف، هيا قلت ما نكثرش منه الملح، وحتى الملح ما نكثرش باسكو هذا راه زيتون وراه مالح. سمحولي فوالا تنهز فيكم. فوالا راني درت شويه فاني تاع كركم، دوك نخلطهم ونغطي عليهم ونخليهم كيما كيطيبوا، ما بغيتش ندير عليه الزروديه ولا، هيا قلت غير كيما هكا لا مع البطاطا نرافقوا ومن بعد نوريكم شنو نزيد عليه. ولا هنا الزيتون اللي جبتو راني في كل مره نبدلو الماء، ندلو الماء سخون في كل مره نبدلو حتى يروح له الملح. الا بغيتو نتوما تزيدو عليه شويه تاع ليمون زيدو، انا ما نبغيش باه ما يجينيش حامض بزاف، ما نبغيش داك الزيتون اللي يجي هكا حامض، اي غير كل خطره نبدلو الماء. وكاينين اللي يغليه، كاينين اللي قبل يديرو يغليه وكاع، انا لا كل واحد وكيفاش. ودروك في لهنا راني درت الحبه تاع الطماطم هذيك اللي وريتها لكم، راكم تشوفوا البصل شاطلق ما هو واللحم هذا هما طلقوهم، انا ما زدت حتى جغمه مازال ما نزيد. هيا كيما هكا نخلط مليح، انا خلطت باليد اللي من الناس سمحوا لي. هيا دروك ندير الزيتون تاعنا لهنا وندير شويه تاع ماء، غير شويه راكم تشوفوا باسكو طلقت بزاف وانا مانيش باغي يكون فيه الماء بزاف. هيا ونخليه يطيب في غرضه، دوك نوري لكم الطريقه تاع اخر طريقه ومن بعد نخلوه يطيب. فوالا راني درت كيما هكا لك هي الماء، راني زدت غير شويه، شتو هو كان ديجا طالق كيما قلت لكم، راني زدت غير شويه تاع ماء، ودروك راني نقصته للفوغ على زعما النار متوسطه هكا ولا هوتلو، باش انا الفوغ تاعي جاي في نوامر 1 2 3 سي بوغ سا راني دايرته في 4 ومخلياتو هكا لك هي يطيب في غرضو. دوك نغطيه ونخليه حتى اللحم يولي ذوب ان شاء الله، ونكمل كاع كلشي ويطيبوا، ونعاون نرجع معكم في صحن التقديم. وكما قلت لكم انا راني باغي ندير معاه البطاطا، وراني ونخليه حتى ينشف نيشان، ما نخليش فيه شويه تاع ماء ولا، نخليه ينشف ومن بعد نوريكم الفاصو. تقعدوا معنا الاخر ونوريكم. فوالا راه طاب الزيتون تاعنا، شوفوا كيفاش جا، شوفوا كيفاش جات العقده لاصوص تاعو عاقده، شوفوا ايا وخليته كي طاب كما قلت لكم، خليته حتى طاب مليح مليح في غرضو، ودرت له قدنا هكا شويه برك تاع فرينه باش ولات كيما هكا لا عاقده، غير شويه برك نص مغرف صغيره، وانتم على حسب زعما الكميه اللي ديروها، والا بغيتو تحمروا اللحم حمروه، انا راني باغي نخليه كيما هكا. ونديرو دروك في صحن التقديم، وطيبت البطاطا في الكوشه ثاني، بطاطا مقليه درتها في الكوشه، ودوك نعاود نرجع معكم في صحن التقديم. فوالا هذا هو صحن التقديم، راني درت الزيتون واللحم كما قلت لكم، نتوما راكم باغيين ديروها زعما تخلوه يتحمر لكم ولا تحمروه وحده ولا ديروا، حنا خليناه كيما هكا. ايا ودرت البطاطا هذه كيما هكا من الفوق، هذه واجده غير نديرها في الكوشه وصايي طيب. فوالا جا كيما هكا لك هي البلاط تاعنا تاع اليوم، نتمنى يكون عجبكم، ونقول لكم الى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره ليكم، باي.